تقول السائلة: نرجو من سماحة الشيخ أن يبين اللباس الشرعي للمرأة المسلمة. اللباس الشرعي للمرأة المسلمة هو اللباس الضافي الساتر الواسع الذي ليس فيه زينة، ليس فيه زينة. هذه أوصاف لباس المرأة، أن يكون ضافيا على جميع بدنها، أن يكون واسعا لا يكون ضيقا، أن لا يكون فيه زينة وتطريز وشيء يلفت النظر. نعم.